احلى تحية لمتابعينا. واتساب جايز، معكم سولو ايبرا في فيديو جديد. المهم اخوتي، هذا الفيديو هذا غيكون سبيسيالي بزاف بزاف، غيكون على تركيبات ملابس فري فاير على توني ديال البرازيل. واول حاجه اخوتي بغيت نشرح واحد الحاجه للناس اللي ما كيعرفوش، راه عارف اغلبيه عارف هذه اللعيبه هذه، ولكن كاينين الناس ما عارفينش وكيسولوني بزاف لي كومونتير. هي ملي كتجيب اخويا دوك السراول، صبروا اخوتي نقلب لكم نشوف. قالوا لي ملي كتجيب دوك السراول اللي كدير بهم تركيبات ملابس خوتي، ها السراول كاينين هنايا، ها هما شتوما خوتي، ها هما، ها هو هاد السروال، ها هو اللي كندير به، هذا ما عنديش، هاد المهم ها هما السراول الداري، هادو كاينين هنايا، والقبيات ها هما، الجاكيطات ها هو، هاد الصفرة وهي هادي اخوتي، وهي هادي. وغتقولوا لي الثمن ديالهم غالي خوتي، راه اغلبيه هادو راه كيجيبوهم الناس غير من متجر تخفيضات، راه كيكونوا في متجر تخفيضات. ولا كنتي ما كتشوبيش راه غيجيوك، غيجيك 90% وغيجيوك هاد الصنادق رخاصين، يعني غتجيب هادو بسهوله 500 ديامون غتجيب بهم هادو كاملين. وهادشي اللي كاين اخوتي، وهادشي اللي كاين. واللي كيسولني اخوتي على السكينه، راه شحال واحد كيسولني على، كيقول لي دير فيديو على التركيبات المجانيه. اخوتي راه درت شحال من فيديو على التركيبات المجانيه، راه درت جوج فيديوهات، بغيت نقول جوج فيديوهات على التركيبات المجانيه، راه نخليهم لكم هنا في الشاشه، راه جوج فيديوهات الدراري تفرجوا فيهم. درت التركيبات المجانيه، علاش ما كنبغيش ندير الدراري التركيبات المجانيه؟ الدراري راه التركيبات المجانيه راه ناقصين شويه، وصعيب تخرج فيهم شي سكين زوين ضروري. انا ما كنحرضش على الشوب، ولكن ضروري اخوتي الديامون الا بغيتي تضرب شي حطه مريقله. المهم ما كنحرضكمش على الشوب. وهادشي اللي كاين اخوتي، بلا ما نطول عليكم الفيديو، ويلا واخا طولت عليكم المقدمه، يلا بيس لكم اخوتي، خليكم هاد التركيبات ملابس فري فاير. Stuck in my head, and girl, I really wanna talk now. Chill at your place, but every day you will walk out. Okay, cool, can we calm down? Anger and flame, slapped in the face with your palm. I don't know what to do when it's late and I'm tired. And you're on my mind, take a hit to feel higher. Text you again when I'm feeling inspired. I recognize I'm reigniting a fire. Hey, what you wanna do with me? I heard you telling everybody that you cool with me, but like you never text back. Every night, relapse on the pain, but you never let your parents see that. Now you stuck in a cycle of fuck ups and jealousy. In my live stream, hit me up just to yell at me. Wow, think of the times you were hesitant. Thoughts about me, hope you know they're indefinite. Solitary confinement, open-minded, but my mind's been lost and I'm really just trying to find it. Yeah, we're magnets, just trying to manage attraction, damage and shattered to fragments. Love like a spiral, I'm just trying to catch it, but I guess I suck and I just need some practice. And I'm wishing I could rip you out my head like my hair. Yeah, if I was dead, would you even care? If I had a funeral, would you be there? Sometimes I wonder what colors you'd wear. Will you move on and tell yourself that you're strong, while you let me fade as I'm dead and I'm gone? Will you hold it down till you meet me in God, or love someone else and leave me to be lost? I thought for life meant for life until mama remarried three times. I never saw through the lines. Growing up, I thought that life would be fine. Now I'm just watching as everything dies. Maybe it cost this, it's all for me. Walking through